طب ايه حضرتك الدراسات اللي حضرتك بتعملها دلوقتي؟ نعم، أنا اختصاصي بموضوع الـ Performance Assessment، يعني تقييم إذا الشركات عم تستفيد موضوع البيم بطريقة صح، وإذا كانت ما عم تستفيد بطريقة صح شو لازم يعملوا. فأنا اختصاصي تقييم، يعني تقييم أشخاص، تقييم شركات، وتقييم Project Teams. هلأ أبحاث اللي عم بعملها موزعة ثلاث أنواع. عم بعمل دراسات ومنشورة، يعني نشرتها اوريدي، هو موضوع الـ individual competency. يعني مثلا بتقول بيم مانجر، شو يعني بيم مانجر؟ شو هن الـ skills، شو مهارات، شو هن المعلومات، وشو الخبرة المطلوبة عند البيم مانجر او عند السينيور اركيتكت بموضوع البيم او information manager etc. هي اول جزء من الدراسة. الجزء الثاني من الدراسة بركز على الشركات، شو هن إذا بدي يعملوا implementation شو لازم يعرفوا، شو لازم يعملوا، what should they implement. والجزء الثالث هو تقييم البلدان، يعني شو الفرق بين بلد، يعني بين عدد من البلدان بموضوع بم adoption، يعني كيف بيختلف مثلا الوضع بدبي، كيف هن عم يعملوا المانديت والبوليسيز، وكيف عم ينتشر البيم عندهم، كيف يختلف الوضع هونيك عن مثلا كيف حيصير بالمغرب مثلا، او كيف حيكون بفرنسا او بكندا او باي بلد بالعالم. فعندي هالثلاث انواع من الابحاث بشتغل عليهم بنفس الوقت.